علاقاتك جميلة في الوسط الإعلامي. إيه؟ هل هناك شخصية عند سلطان ممكن تزكي أشخاص عند أشخاص حتى وإن لم يعرف الطرف الأول؟ كيف يا موسى؟ سلطان حرف ألف. طيب. والشخص الثاني حرف باء. حلو. والشخص الثالث جيم. حلو. يجي سلطان عند جيم كشخصية واصلة ويزكي باء عند جيم، هو ما يعرف باء نهائيا. لا، مستحيل أزكي شخص ما أعرفه. إذا كانت المعرفة سطحية. إذا سطحية وأبي أبي له الخير. إيه؟ إي والله أزكي. طيب ما أعطاك الخير أو إيش رأيك في اللي ينكرون الفضل؟ بعض التزكية حمية يا أبو سعد، متعبة روحيا. إي والله.